وادي بقى دانيال براين وعمال يتدرب براحته، وادي ايش جي بقى ويا حبيبي يا اخضر بقى يا مزعزع، ادي ايش جي ايه بتقول له طبعا ايه انا كلمت بابايا وخدت ميعاد، قال لا بقول لك ايه بقى، بقول لك انت واقعه من الدور السابع خلينا اتدرب، قالت له خلينا في المفيد بقى اهو، ماما بتقول لك النجف عليك والسجاد. قالت له لازم برضو البوتاجاز اربعة شعلة بقى، قال لها انا ما يهمنيش لو عايزة ستة شعلة ثمانية شعلة هجيب لك سبعة شعلة كمان، وادا اهو يا نهار ابيض يا دلع دلع هتبوم بالعيد وولع، يا نهار ابيض مش ممكن، وهنا بيضحك بقى وفتحت نفسه على التدريب.